بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في انطلاقات المساء، وشوطنا الذي يسير أمام حضراتكم هو الشوط 11 في انطلاقات هذه الفترة المسائية، وهذا الشوط خاص بانطلاقة القعادين المحليات الأصايل من سن الثنايا. تنطلق هذه الدفعة الأخرى من خلال هذا المساء مشاهدينا الكرام، بينما نحن نتابع مع حضراتكم أولا بأول ماذا يدور من منافسات بين هذه الأسماء المنطلقة والتي سارت حتى وصلت إلى هذا السن، سن الثنايا، لتقدم لجماهيرها وعشاقها أفضل صورة للتنافس والتحدي في ميدان المرموم. نرحب بكل الحاضرين والمتابعين من خلال هذه اللحظات، ونقترب من بداية الشوط لنجد الشميمي الآن ومن يسير على المركز الأول لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد النعيمي، بينما عملية التضمير والمتابعة لدى خليفة بن سالم الطنيجي هو الآن من يبحر ويبعد المسار ويبحث عن الناموس والانطلاقة في هذا المساء. المركز الثاني نقلة إلى حشيم، يتواجد في المركز الثاني هنا من هجن العاصفة، بينما التضمير لدى حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث شاهين ياتي في المركز الثالث لسمو الشيخ حمد الأولى، هذا هو كيلو العاصفة، سلالة صغانية ما شاء الله تبارك الله. حشيم ومياز ياتينا الآن في المركز الأول والثاني بالمرافقة الدائمة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير مع التضمير. هذه انطلاقات وتحديات، ثالث المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، لكن الوهلة الأولى نحس بأن الشوط صغاني من خلال الأداء والإبداع والاستمتاع. هذه انطلاقة مشاهدي الأعزاء حشيم ومياس في المراكز الأولى وتحقيق الانتصار مع هجن العاصفة في كل مساراتها ومدى انطلاقاتها. هنا مياس يبدأ مرة أخرى في الانطلاق ليهدي سلام للعاصفة، سلام مع هذه اللحظات يهدي مالك العاصفة ومضمرها حمد بن راشد بن غدير. أجمل تحية وفوز مراموس، هذا هو مياس يصل إلى خط النهاية. المركز الثاني حشيم لهجن العاصفة، المركز الثالث شاهين اسمه الشيخ حمدان مرايد المكتوم، المركز الرابع ايضا شاهين اسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم، خامسا ياتي سراب اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. كانت مشاهدي الاعزاء هذه النتيجه واضحه امام حضراتكم لمراكزنا الاولى المتقدمه، ونعود الى التوقيت الزمني لحظات الوصول الى خط النهايه مع هذه اللحظه ب 13 دقيقه 29 ثانيه و7 اجزاء من الثانيه. تهنئه لهجن العاصفه على هذا الفوز والتهنئه